بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد مهمة جدا لأنها جاية قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية المونديالتو، بطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها المغرب بإذن الله في النسخة الحالية، وللأهلي بيشارك فيها بالتأكيد بصفة وصيفة دوري أبطال إفريقيا. لكن النهاردة هيقص شريط افتتاح هذه البطولة مع ممثل قارة أوكيانوسيا بطل نيوزيلندا فريق أوكلاند سيتي. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن قبل مبدأ الحلقة، النهاردة 1 فبراير، ذكرى حزينة في تاريخ الكرة المصرية، ذكرى استشهاد مشجعي النادي الأهلي. اليوم مجلس إدارة النادي الأهلي أحيا الذكرى السنوية للجماهير، وذلك أمام النصب التذكاري لهم بمقر النادي في الجزيرة. حضر العمري فاروق وطارق أنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الضماطي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومدير قطاعات النادي وكباتن كل الفرق الرياضية للنادي، وكان كمان بحضور عدد من العاملين في القطاع الرياضي وفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. رحمة الله عليهم، وإن شاء الله لن ننساهم ونلقاكم في الجنة بإذن الله. زي ما قلت لحضراتكم، كان يوم صعب مر على تاريخ أو مر على الكرة المصرية وعلى جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، وشايفين حضراتكم طبعا هذه اللقطات اللي النهاردة كانت موجودة في مقر النادي بالجزيرة، واللي أحيا فيها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. كانت النهاردة وفد رسمي من قبل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد سراج الدين والأستاذ محمد الضماطي، وكمان مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومدير قطاعات النادي المختلفة وكباتن كل الفرق الرياضية، وأيضا كمان الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. كلنا عارفين طبعا هذا اليوم بيتم إحياء الذكرى بشكل دوري، وطبعا زي ما انتم شايفين النصب التذكاري اللي موجود عند مدخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. رحمة الله على شهداء النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله في الجنة لن ننساكم أبدا. يوم صعب بالتأكيد بيمر علينا، لكن دايما بنتذكر شهدائنا في كل الأوقات مش في يوم 1 فبراير فقط. طيب نبدأ حلقتنا، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي نهاية الحلقة بإذن الله هستعرض أكبر قدر من مشاركات حضراتكم على سؤال حلقة اليوم، توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يسجل الأهداف. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يظهر للمرة الثامنة في مونديال الأندية، وكمان كولر يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، وأخيرا تقنية جديدة للفي آر تظهر لأول مرة في مونديال الأندية. نستعرض مع بعض مباريات اليوم، ونبدأ بالتأكيد بالحدث الأهم وهو حدث دولي كبير تحت إشراف ومتابعة من الاتحاد الدولي فيفا، مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية المونديالتو كأس العالم للأندية. المباراة إن شاء الله هتتلعب النهاردة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب طنجة الكبير، واللي بيسعى أو بيبقى بحضور إن شاء الله 60,000 متفرج. نروح لكأس رابطة المحترفين في إنجلترا، الساعة 10 من مساء اليوم مانشستر يونايتد بيستضيف نوتنغهام فورست. نروح لمباريات كأس إيطاليا، الساعة 7 من مساء اليوم فرونتينا بيستضيف تورينو، والساعة 10 روما بيستضيف كيرامونيزي. الدوري الأسباني وختام مباريات اليوم في السهرة، في الساعة 10 أيضا ريال بيتيس بيستضيف برشلونة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل السادة المشاهدين في متابعة ومشاهدة مباريات ممتعة، ولكن بالتأكيد نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية. دي كانت بداية الحلقة، أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة الكواليس والأخبار اللي بالتأكيد كل السادة المشاهدين بينتظروها معانا بشكل يومي في برنامج الترند. يمكن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النهارده مباراة صعبة جدا، البعض ممكن يعتقد إنها مباراة سهلة، ولكن لا، المباراة صعبة لأن فريق أوكلاند سيتي لو تيجي تبص للقائمة الرسمية بتاعته، لا فريق قوي وعنده عناصر محترفة على أعلى مستوى. يمكن النهارده الاتحاد الدولي فيفا نشر بشكل رسمي قائمة الأهلي وقائمة أوكلاند سيتي،
طبعا انا بتكلم معاكم يمكن دي بعض اللقطات الخاصه بالاجواء المتعلقه باجواء ملعب طنجه اللي هيستضيف النهارده مباراه الافتتاح ما بين الاهلي واوكلاند سيتي. يمكن ملعب كبير، ملعب عملاق، طبعا زي ما انتم شايفين بعثه فريق النادي الاهلي بمجرد ما وصلت طنجه بالامس اول حاجه فكروا فيها يوصلوا بسرعه ويشوفوا ملعب المباراه ويزوروا الملعب ويبصوا على ارضيه الملعب والجهاز الفني يتفقد المنشآت اللي موجوده في الملعب، ارضيه الملعب، غرف خلع الملابس، كل الامور اللوجستيه اللي ممكن يعني محتاج تتعرف عليها قبل مباراه بكره. عارفين كمان ان في الرولز والترتيبات الخاصه بالبطوله مفيش تدريبات على ملاعب المباريات اللي هتستضيف المباريات البطوله، ولكن ليك الحق ان انت تنزل وتعمل جوله وتمشي على ارضيه الملعب، وده اللي حصل امبارح للاهلي او حتى لاوكلاند سيتي. قدامكم اهي اللقطات، الجهاز الفني نزل في ارضيه الملعب، ويمكن طبعا في اشاده كبيره جدا بارضيه ملعب طنجة. على فكره المغرب بتتميز دايما بجوده ارضيه الملاعب، وده شيء يعني لافت للنظر، وده شيء يحسب بالتاكيد للاشقاء في المغرب، وده شيء بيسعدنا احنا كمان ان في دوله عربيه شقيقه يمكن عندها هذه الامكانيات والبنيه التحتيه المتميزه. ففي اشاده بشكل كبير، والجهاز الفني يمكن سعيد بالاجواء اللي موجوده في المغرب حاليا، وان شاء الله باذن الله ده ينعكس بشكل ايجابي على مباريات اليوم. طيب وانا بتكلم على المباراه النهارده، انتوا لو تبصوا على فريق اوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي عنده ثلاثة محترفين في القائمه بتاعته النهائيه اللي الفيفا اعلنها منذ قليل من خلال موقعه الرسمي. يمكن عنده ثلاث محترفين، لاعب خط الوسط جيرار جارسيا، هو طبعا من اسبانيا وده لاعب خط وسط مهاجم في منتخب او في فريق اوكلاند سيتي، كمان عندهم راس حربه والمهاجم الاساسي لاوكلاند سيتي من الارجنتين اسمه تيد ايميليانو، مهاجم ارجنتيني بيقود فريق اوكلاند سيتي وهيكون موجود النهارده بالتاكيد في مباراه الاهلي. تبصوا كمان على خط الوسط المدافع، عندهم لعيب ياباني اسمه تيدا تاكايا، ده لعيب خط وسط من اليابان. دول الثلاث محترفين بس اللي موجودين في قائمه فريق اوكلاند سيتي اللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي من الاتحاد الدولي منذ قليل، لان الفيفا اعلن بشكل رسمي خلاص قوائم الانديه اللي هتشارك في البطوله، وتحديدا الاهلي واوكلاند سيتي، لان لسه الوداد وسياتل الامريكي عندهم يعني اخر ميعاد للتسجيل بكره، المباراه بتاعتهم في الدور التالي هتبقى يوم 4 فبراير السبت اللي جاي، في اخر ميعاد للتسجيل هتكون بكره الخميس، وبعد يوم الخميس الفيفا هيعلن كمان قائمه الوداد الرياضي المغربي وقائمه سياتل الامريكي بطل الكونكاكاف. لكن المتاح ان تم اعلان قائمه الاهلي وتم اعلان قائمه اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي زي ما قلت لكم فيها 20 لاعب من نيوزيلندا، لكن فيها ثلاث محترفين، لاعب اسباني، مهاجم ارجنتيني، ولاعب خط وسط من اليابان، المدير الفني من نيوزيلندا، ولكن مدرب حراس المرمى من اسبانيا. ده بالنسبه لفريق اوكلاند سيتي. قائمه الاهلي تم الاعلان عنها ايضا من الفيفا، والقائمه فيها 23 لاعب، ابرز المستبعدين طبعا من القائمه النهائيه يمكن ايمن اشرف، مصطفى مخلوف، برونو سافيو، محمد كريستو، وكمان المهاجم شادي حسين. قدامكم على الشاشه يمكن دي القائمه المختصره للنادي الاهلي، دي قائمه ال 23 لاعب طبقا للمعلن على الاتحاد الدولي فيفا. دي القائمه النهائيه اللي الاهلي هيخوض بيها منافسات كاس العالم للانديه، وبالمناسبه انتوا قدامكم الاسماء بالارقام، يعني محمد الشناوي رقم 1، خالد عبد الفتاح رقم 2، محمود متولي هيكون رقم 4، رامي ربيعه 5، ياسر ابراهيم 6، محمود عبد المنعم كهربا رقم 7، حمدي فتحي رقم 8، احمد عبد القادر رقم 9، محمد شريف رقم 10، مروان عطيه رقم 13، حسين الشحات رقم 14، واليو ديانج رقم 15. نروح كمان لحارس المرمى علي لطفي رقم 16، عمرو السوليه رقم 17، محمد مجدي قفشة رقم 19، علي معلول رقم 21، بيرسي تاو رقم 23، محمد عبد المنعم المدافع رقم 24، طاهر محمد طاهر رقم 27، محمد هاني رقم 30، حمزة علاء حارس المرمى رقم 33، محمد فخري لاعب خط وسط الأهلي رقم 34، ومحمد أشرف الظهير الأيسر الشاب رقم 40. دي القائمة النهائية والرسمية للنادي الأهلي اللي تم تسجيلها والإعلان عليها بشكل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم. يمكن بالمناسبة أكثر لاعبي النادي الأهلي في القائمة طولا هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، يمكن طوله 191 متر
و91 سنتي. طبعا يمكن الفيفا عامل بعض الارقام والاحصائيات كده المتعلقه بالطول وبالتاريخ الميلاد وبمراكز اللعيبه وعدد المحترفين في كل قائمه، ويمكن طبعا قائمه النادي الاهلي فيها 5 محترفين: اليو ديانج من مالي، علي معلول من تونس، بيرسي تاو من جنوب افريقيا، وطبعا عارفين ان كريستو وبرونو سافيو مش موجودين في القائمه، فثلاث اجانب بس اللي موجودين في القائمه النهائيه: معلول وديانج وبيرسي تاو. بالمقابل ايضا كمان في 3 محترفين زي ما قلت في اوكلاند سيتي من اسبانيا والارجنتين واليابان. طيب دي الامور المتعلقه بقائمه كل فريق والتحضير لمباراه النهارده. النهارده على فكره يمكن اليوم النهارده حافل بالاحداث المهمه في مقر اقامه فريق النادي الاهلي في طنجه. يمكن مارسيل كولر المدير الفني عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم في مقر إقامة البعثة، وحرص مارسيل كولر على استعراض بعض الأمور الفنية والتكتيكية، ويمكن دي المحاضرة قبل الأخيرة لأن في محاضرة تانية هتكون قبل التحرك. يمكن الفريق هيتحرك حوالي الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة قبل ميعاد المباراة بساعتين ونص، بس قبل المحاضرة حوالي الساعة 6 بتوقيت القاهرة، يعني بعد ما نخلص الحلقة مباشرة هتكون في محاضرة نهائية للفريق في مقر الإقامة، بعدها التحرك 6:30 إلى ملعب طنجة، والمسافة ما بين فندق الإقامة وملعب المباراة حوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة بحد أقصى، فبالتالي المسافة مش بعيدة. لكن طبعا دي تعليمات حطها الاتحاد الدولي في مواعيد التحرك والوصول لفندق للملعب المباراة، إمتى كمان تبدأ تنزل عشان تبدأ عمليات الإحماء، كل حاجة أكيد بيتم إعدادها باليوم والساعة والدقيقة والثانية. النهارده كمان في فندق الإقامة يمكن كان في تدريبات استشفائية ومران بدني خفيف كده عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة في إطار برنامج إعداد اللاعبين البدني قبل المباراة، وده جزء يمكن له علاقة طبعا بالجزء البدني اللي بيعمله الجهاز الفني قبل المباريات في الفترة الحالية. عايز زي ما انتم شايفين كده على الشاشة، ده فندق الإقامة في وسط مدينة طنجة، وقدامكم يمكن طنجة طبعا صورة كده من أعلى منطقة في الأوتيل، قدامكم طبعا المملكة المغربية من أمتع وأفضل الدول اللي ممكن تزورها وتستمتع بزيارتها. في دول إفريقية والله يا جماعة الناس ممكن تعتقد إن في دول أوروبية السياحة فيها والسفر فيها ممتع، بالعكس أنا رحت جنوب إفريقيا وشفت إزاي دولة جنوب إفريقيا على المستوى الاقتصادي والسياحي دولة رائعة جدا ممكن تعمل فيها جولة سياحية ممتازة. نفس الامر المملكه المغربيه، يمكن انت هنا في طنجه انت في شمال المغرب، طبعا المسافه ما بين طنجه والرباط او كذا يمكن بتتكلم في حوالي 360 او 400 كيلومتر، وفي طبعا دلوقتي احدث طرق المواصلات في المغرب وفي القطار السريع، ويمكن النهارده يمكن شفت بعض اللقطات والصور لبعض الاصدقاء الزملاء الصحفيين في المغرب بيتحركوا النهارده عشان يحضروا مباراه الافتتاح، وده هيبقى فيه حضور اعلامي كبير جدا من الاشقاء في المغرب، وان شاء الله باذن كمان هيكون في حضور جماهيري لمسانده النادي الاهلي. شايفين طبعا بقى الخضار والهضاب والمباني والشكل الجميل لمدينه طنجه. طنجه على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى البنيه التحتيه من امتع الدول اللي ممكن تزورها وتلتقي بالاصدقاء والزملاء. قدامكم يمكن بعض اللقطات الخاصه من داخل فندق الاقامه، عدد من مسؤولي النادي الاهلي، مهندس خالد مرتجي المنسق العام للبعثه، قدامنا على الشاشه الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وصل النهارده صباح اليوم، الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، وطبعا دكتور محمد شوقي كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤول عن الامور الطبيه للبعثه، وكان بالتاكيد كمان المهندس عدلي القيعي رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي. لما تتكلم على الكوره وتاريخ الكوره في الاهلي اكيد المهندس عدلي القيعي احد علامات الكوره في النادي الاهلي. يمكن هذه اللقطات ايضا لدخول اللاعبين لوجبه الغذاء، وشايفين طبعا عدد من اللعيبه كمان الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، وسبقه في اللقطه السابقه مارسيل كولر المدير الفني، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، ومحمد الشناوي، برونو سافيو. على فكره حتى الخمسه اللي خرجوا من القائمه موجودين مع البعثه، ما رجعوش القاهره، لا ده كولر واخد قرار ان الفريق هيسافر بالكامل ويتمر هناك لغايه اخر مباراه واخر يوم للفريق ان شاء الله، وايا كان حتى لو تم الاستبعاد اللعيبه لا يكملوا، لان بعد ما يرجع عنده مباريات في البطوله الافريقيه، فعايز اللعيبه تفضل دايما موجوده في التدريبات وتحت نظره وموجودين معاه في الفتره الحاليه. بالمناسبه كمان هيكون في اهتمام من الاتحاد الدولي وتكريم من الاتحاد الدولي للاهلي كمان على هامش هذه
الكواليس والزياره النهارده من مسؤولي الفيفا، واحنا متعودين مع كل بطوله بيبقى فيه هديه تذكاريه الاتحاد الدولي بيقتنيها من كل بعثه بتشارك في كاس العالم للانديه. حصل ده في البطولات السابقه، مره تي شيرت، مره قفاز حارس المرمى. المره دي اعتقد بنسبه كبيره حسب المعلومات اللي عندي من اللجنه المنظمه، الاتحاد الدولي هيحتفظ بالقفاز الخاص بمحمد الشناوي في متحف الفيفا، وده شيء رائع جدا لاي واحد مصري لما يجي يسافر زيورخ ويزور مقر الفيفا ويدخل ويزور المتحف هيلاقي بعض اللقطات والمقتنيات الخاصه بالنادي الاهلي موجوده في المتحف نتيجه المشاركه المستمره للنادي الاهلي في بطولات الاتحاد الدولي فيفا. ده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي دايما هو العلامه البارزه للكره المصريه، واكتر نادي ممكن يكون سفير بجد، سفير محترم للرياضه المصريه وللكره المصريه هو النادي الاهلي عبر مسؤوليه وعبر اجهزته الفنيه ولاعبيه اللي بيشرفوا مصر في المقام الاول وبيشرفوا جماهيرهم في كل حته. شفنا لقطه اهو للكابتن زكريا ناصف عضو لجنه التخطيط، اهتمام ومتابعه ومؤازره كبيره جدا من لجنه التخطيط وكل مسؤولي قطاع الكوره مع الفريق في هذه اللحظات، وان شاء الله باذن الله تكلل هذه المجهودات كلها بالنجاح باذن الله. كمان من النقاط المهمه جدا اللي عايز اتكلم عليها، تم الاعلان عن طاقم تحكيم هذه المره. بالمناسبه انا معاكم قبل ما اروح لطاقم التحكيم، قدامنا العميد علاء صلاح، يمكن هو قايم بدور المنسق الامني. الاتحاد الدولي دايما بيبقى ليه كده بعض المتطلبات والمعايير في البعثه الرسميه. زي ما بيكون عندك مدير كوره وفي منسق عام، لازم يكون في منسق امني عشان الترتيبات الامنيه، وكل الامور دي بتتم بقى من خلال المهندس خالد مرتجي، هو منسق العمليات بشكل عام ما بين بعثه فريق النادي الاهلي مع اللجنه المنظمه سواء المحليه في المغرب او حتى مع الاتحاد الدولي فيفا. زي ما كنت بقول لحضراتكم، يمكن الاتحاد الدولي اعلن ان في طاقم تحكيم من الصين، هو طاقم مختلط شويه من الصين واسبانيا، هيكونوا موجودين النهارده في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي. حكم الساحة نين جيما، ده حكم الساحة من الصين، المساعد الأول أيضا من الصين في زهو، والمساعد الثاني أيضا من الصين شين جيزا، دول الحكم الساحة والاثنين المساعدين. الحكم الرابع بالمناسبة مش غريب علينا، يمكن جه أدار قبل كده مباراة الأهلي والزمالك، وهو الحكم الروماني ستيفان كوفيزيتش، يمكن كلنا عارفين هذا الاسم بشكل كبير، كان جه أدار مباراة القمة هنا في مصر. طيب نروح بقى كمان للفيديو اسيست ريفري، حكم الفي ار، حكم الفيديو النهارده هيكون خوان مارتينيز، الحكم الاسباني هو حكم تقنية الفيديو في مباراة اليوم، وفي اسيست فار وفي كمان حكم احتياطي. وبالمناسبة فكرة إضاعة الوقت هيتم احتسابها زي ما تم ده في كأس العالم في فيفا قطر 2022. والحاجة الأبرز كمان بقى النهارده اللي كلنا مستنيين التجربة هنشوفها بقى لايف مباشر، احنا كنا بنستنى نشوف بس المحادثات لما كانت بتطلع كده بعد المونتاج في الدوري المصري، لكن الفيفا المره دي هيعمل تجربه جديده النهارده هنشوفها. لو الحكم هيرجع لتقنيه الفي ار ويعمل تشيك على اي لعبه، المحادثه اللي ما بين حكم تقنيه الفيديو مع حكم الملعب هيتم اذاعتها على الهواء مباشره. طيب قدامكم يمكن الكابتن محمود الخطيب بيوقع على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي، وده زي ما قلت لكم بقى الهدايا التذكاريه والامور اللي الاتحاد الدولي بيحب يقتنيها من الانديه اللي دايما موجوده في احداث ومناسبات كاس العالم للانديه. والكابتن محمود الخطيب هو زي ما انتم شايفين لقطات خاصه وحصريه وعلى الهواء مباشره من المغرب، وتوقيع رئيس النادي الاهلي بيبو كابتن محمود الخطيب على تيشيرت النادي الاهلي، عشان بالتاكيد هيكون اجمل اهداء في متحف الاتحاد الدولي. يمكن كمان عدد من الجماهير هي ابتدت تتوافد وتتواجد في مقر النادي، وفي كمان يمكن اهداء لعدد من الجماهير، يعني ان شاء الله باذن الله يكون في مسانده من الجماهير النهارده، وانا متفائل ان شاء الله ان الملعب زي ما اتقال لنا من حوالي اسبوع عدد التذاكر نفذت بالكامل وتم بيعها بالكامل، وده ان دل على شيء بيدل ان في اهتمام من الجماهير المغربيه لانجاح حفل الافتتاح. حضور الجماهير بكثافه في لقاء الافتتاح اكيد بيدي انطباع ان المغرب حاضره وبقوه لانجاح هذه او لانجاح هذا الحدث الدولي الكبير، لان النهارده هيكون في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني انفانتينو، والجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وبوجود ايضا كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والسيد فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه.
هل ممكن دلوقتي نروح لكريم؟ كريم جاهز معانا؟ طيب نروح لزميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي الموجود حاليا في المغرب عشان نطمئن منه على اخر الاخبار والكواليس والجديد بقى واللي احنا مش شايفينه في هذه اللحظات، والجمهور كله اكيد مستني يسمع من كريم كل الجديد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا جمهور النادي الاهلي. يا رب مشيئه الله، خلاص يعني لحظات وساعات بسيطه جدا تفصلنا عن الانطلاقه والبدايه الاهلي واوكلاند سيتي. يا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بنجاح يا محمد. باذن الله هنسخن معاك بدري، وقبل التحرك نقدر نقول بساعه، انت هتتحركوا بعد ساعه ان شاء الله الى ملعب المباراه. طمني كده على البعثه واخر اخبار الفريق، وفي توافد جماهيري وفي النهارده وصول عدد من اعضاء مجلس الاداره، فكل الكواليس عندك، اتفضل يا كريم. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني خلاص قربنا من اقل من ساعتين ان شاء الله باذن الله على ان تتوجه بمشيئه الله بعثه النادي الاهلي بالكامل الى ملعب ابن بطوطه. اكدنا قلنا طبعا الملعب بيبعد 15 دقيقه عن فندق الاقامه. كل الترتيبات الحقيقه تمت على اكمل وجه من البدايه الى النهايه النهارده لنهايه اليوم بمشيئه الله. تكون فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي بالثقه الكبيره الحقيقه اللي عندنا من لعيبه النادي الاهلي على مدار الايام الماضيه، من التدريبات، من الاستعدادات، من حاله التركيز الكبيره، من الحاله المعنويه الحقيقه اللي بناكد عليها حاله معنويه مرتفعه بتركيز كبير. فعشان كده بمشيئه الله ان شاء الله تكون الظروف في صالحنا يا محمد. يعني اقدر اقول لك في خلال كمان 30 دقيقه تكون محاضره فنيه اخيره لمستر كولر للتاكيد على كل الامور والنهايات الخاصه طبعا بالانطلاقه، التشكيل الاساسي، التشكيل ايضا كمان الخاص بالقائمه بالكامل. اي لعيب هيخرج طبعا من القائمه زي ما قلنا محمد لابد يكون قلبه على قلب الفريق كالعاده، النجم هو النادي الاهلي والهدف هو رفع اسم النادي الاهلي عليا. فبمشيئه الله ان شاء الله اي حد يكون متواجد في التشكيل الاساسي على دكه البدلاء يكون كالعاده على قدم وساق وعلى قدر المسؤوليه والكل على قلب رجل واحد، وان شاء الله كل الظروف تهيئ لفريق النادي الاهلي لنهايه هذه المباراه بنتيجه ايجابيه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. تحركنا محمد زي ما قلنا 6 هنا بتوقيت المغرب، نوصل بمشيئه الله قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. كل الترتيبات الامنيه الحقيقه على قدم وساق على اعلى مستوى، يعني خارج طبعا فندق الاقامه موكب امني كبير جدا في انتظار بعثه النادي الاهلي للتحرك الى الملعب. ملعب كمان الحقيقه يمكن مستر كولر اثنى عليه بشكل كبير جدا امس، تفقد ارضيه الملعب ممكن جانب المغربي الحقيقه بنحييه لان قام بمجهود كبير جدا عشان هتشوف شكل الملعب الحقيقه بالمدرجات بالدخول بالخروج كل الامور دي الحقيقه يعني تمت بشكل سريع وبشكل مميز جدا. فيا رب ان شاء الله ارضيه الملعب زي ما شفناها وزي ما سمعنا عنها تكون ايجابيه لفريق النادي الاهلي، ونقدر يا محمد ان شاء الله باذن الله حاجات صغيره وحاجات بسيطه وتركيز بسيط جدا في الفينش في الضغط في انهاء الفرص. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها في هذه المباراه. متفائل يا كريم، انت قريب من اللعيبه وبتشوف تفكيرهم وكلامهم مع بعض، في حاله تفاؤل، في تركيز شديد، ولا كمان الامور يعني ما بين 50% و50%؟ في تركيز للمباراه لكن في نفس الوقت مش التركيز اللي ممكن يبقى فيه ضغط عصبي او ستريس على اللعيبه، يعني اجواء عندك ايه جوه الفريق واللي انت شايفه من خلال متابعتك؟ بالتاكيد يا محمد طبعا في حاله من التركيز كبيره جدا، لكن يعني بشيت لما توصلش لحاله التشتت. طبعا انت عارف التركيز الكبير ممكن ياثر بشكل كبير، لكن انت عارف خبراتنا كبيره جدا من لعيبتنا عندهم وعي كبير جدا في هذه المباريات الحقيقه الحساسه، انطلاقه بطوله، مشاركه في كاس العالم ليها الانديه. يمكن متفائلين يا محمد كلنا الحقيقه، يعني كل بعثه فريق للنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الكل عنده تفاؤل كبير جدا، واللي جايب لنا التفاؤل ده الحقيقه الحاله اللي احنا شفناها من البدايه من لعيبه النادي الاهلي، من الجانب الاداري، من مستر كولر، من كل الحقيقه افراد الجهاز الفني اللي قامت بدور كبير جدا، كل صغيره وكبيره الحقيقه كانوا بياكدوا عليها، مفيش حاجه يمكن عدت من التحضيرات الفنيه للجهاز الفني. عشان كده بقول لك يا محمد توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا، لان الكل اجتهد الحقيقه والكل كان عارف هذه المرحله، ولابد يكون الانطلاقه بالنسبه لنا انطلاقه رائعه ومميزه. الثلاث طبعا يعني انت عارف الهدف هو ان انت ان شاء الله بشيء لا تصعد للادوار القادمه. ممكن يكون في اختلافات كثيره جدا عن اوكلاند سيتي في السنه الماضيه، لكن السيناريوهات موجوده والتحضيرات موجوده، والتكتيك الحقيقه اللي مستر كولر شفناه في التدريب الاخير، التدريب النهائي بالتشكيل بالامور طبعا اللي خاصه بالضغط من نصف الملعب ومن الثلث الامامي، توزيع الامور كلها عامله ازاي. لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون عندها استيعاب كبير جدا من التعليمات وتنفذها بشكل دقيق جدا، لان ان شاء الله باذن الله هدفنا هو اللي فوز، وهدفنا ان شاء الله كالعاده وهدف كل لعيبه النادي الاهلي هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. اكيد في كمان تيشرت النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وقع عليه، واكيد هيبقى فيه اهداء وتذكار من بعثه النادي الاهلي، واكيد هتكون موجوده في متحف الفيفا، القفاز الخاص بالشناوي، كل الامور دي اللي بتتم حاليا في فندق الاقامه على هامش طبعا مباراه اليوم والافتتاح، لان الفيفا بيكون حريص على الاقتناء بابرز الحاجات اللي ممكن لاي بعثه. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني يمكن
الكلام ده يمكن حصل من لحظات بسيطه جدا، وممكن اكيد انتم بتستعرضوها طبعا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه كابتن محمود الخطيب تواجد ويمكن مضى طبعا على التيشيرت الخاص والجوانتي الخاص بالشناوي، يعني اجواء طيبه جدا كالعاده. لكن انت عارف محمد، يا رب املنا كبير جدا في لعيبتنا، الاجواء كلها تكون موفقه، الجمهور ومساندته الكبيره. يمكن انت ذكرت وقلت في توافد لعدد من جماهير النادي الاهلي بجانب اشقائنا المغاربه الحقيقه، اللي ان شاء الله باذن الله يقوموا بدورهم كالعاده. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، ويعني بنقابل حب كبير جدا فيترجم بالنجاح ان شاء الله يا محمد في هذه المباراه باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم يا رب النهارده، ويوفق النادي الاهلي في الحصول على مكسب ومهم جدا للوصول للمباراه التاليه يوم السبت امام بطل الكونكاكاف. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع من جديد، ولسه عندنا مفاجآت وتفاصيل اكتر في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف اللي كتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض ترند الاهلي، واول حاجه من حساب يلا كوره: اربطوا الاحزمه، الاهلي يواجه اوكلاند بذكريات 2006. الاهلي واوكلاند سيتي الساعه 9 من مساء اليوم كاس العالم للانديه، والقناه الناقله هي الشبكه السعوديه على ملعب طنجه الكبير، وربنا يوفق يا رب النادي الاهلي في هذه المباراه. نروح لحساب كوره بلس، وبيتكلموا على التشكيل المتوقع: كهربا يقود هجوم الاهلي في مواجهه اوكلاند سيتي، اليكم التشكيل المتوقع: الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، السليه، ديانج، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، محمود كهربا، حسين الشحات. طبقا لمعلوماتي يمكن في تغيير واحد من التشكيل اللي موجود قدامنا. طيب، في كلام مهم جدا في هذه اللحظات اكيد من خلال كل زملائنا الاشقاء في المغرب والصحفيين اللي بيتابعوا بالتاكيد كل الاحداث المتعلقه بكاس العالم للانديه. اكيد لازم مهم جدا ننتقل في هذه اللحظات الى المغرب مع الزميل الإعلامي والصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حمزة شتوي، عشان نتعرف منه على آخر الترتيبات والتحضيرات في المغرب قبل افتتاح المونديالتو كأس العالم للأندية. حمزة، مساء الخير عليك. مساء النور زميلي العزيز محمد، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي شاشة الأهلي، ومرحبا بفريق الأهلي ومكونات الأهلي وجمهور الأهلي في بلدهم الثاني المغرب. واحدة واحدة كده مع بعض ونشوف آخر الترتيبات، وطمني كده الأخبار في المغرب وفي ملعب طنجة والحضور الجماهيري، وكيف استعدت المغرب لافتتاح كأس العالم للأندية اليوم بإذن الله. أكيد البطولة ككل يعني بدون أدنى مجاملة محظوظة بأن يكون الافتتاح في طرف فريق قاهري، فريق أهلي، فريق يشجعه الملايين من المناصرين والمتابعين، فريق الأهلي الذي سيلاقي اوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية. اكيد لم يتبقى شيء الكثير عن المباراة التي ستدور على ارضية الملعب الكبير بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية. اولا الفريق الاهلي المصري منذ وصوله وهو يحظى بترحاب كبير وكبير جدا، مكونات الاهلي سعيدة وسعيدة جدا بتواجدها بالمملكة المغربية، وهي ليست المرة الاولى الذي يتواجد في هذا الفريق الكبير في المغرب. الترتيبات كلها على قدم وساق، اكيد الترتيبات من الامس او اول امس صارت جاهزه 100%. لا، حفل الافتتاح الذي قد يستطيل مدته الزمنيه ل 20 دقيقه، وستتخلله يعني العديد من الفقرات الفنيه الخاصه كما نعلم دائما كما يقع الامر في اي حفل افتتاح خاص ببطوله كبيره وكبيره جدا. الجماهير باعداد مهمه ستكون حاضره، المدرجات كما اشار الفيفا بالامس في بيان عبر موقعه الرسمي على ان المدرجات ستكون ممتلئه بالجماهير، كذلك الجماهير خصصت لها حافلات لتنقلها الى الملعب حتى تكون هناك سلاسه كبيره للجماهير لتتنقل الى الملعب الكبير لمتابعه المباراه. الفيفا بحكم انه يعلم عدد الحضور الجماهيري سيكون كبير جدا في مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، طالب المناصرين بالحضور قبل ساعات الى الملعب حتى يكون الوصول الى المدرجات بكل السلاسه الممكنه. اقول على انه المملكه المغربيه تجندت من اجل انجاح هذا العرس الكروي الكبير، واكيد الاهلي المصري اليوم صحيح لن يلعب في مصر لكن سيلعب في بلد شقيق، وكانه يلعب في مصر امام جماهير مصريه واخرى مغربيه وعربيه ستناصر الاهلي المصري في هذا اللقاء. ابرز الشخصيات العالميه اللي ممكن النهارده تكون حاضره وتقص شريط مونديال الانديه من عروس الشمال في طنجه، ابرز الشخصيات ممكن النهارده تكون مين بخلاف بالتاكيد رئيس الفيفا والكاف ورئيس الجامعه الملكيه؟ اكيد الشخصيات اللي تكلمت عليهم رئيس الفيفا ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي لقجع،
واكيد شخصيات وازنه سواء في الاتحاد الافريقي لكره القدم او كذلك في الاتحاد الدولي لكره القدم ستكون حاضره. فاعتقد على ان المنصه الشرفيه الخاصه بالشخصيات ستكون بها اسماء لامعه، كذلك عدد من نجوم الكره المغربيه السابقين سيكونون كذلك في المدرجات، لانه هذا العرس الكروي هو ليس كاس عالم للانديه عابر، هو كاس عالم للانديه، اي نعم بطولة كبيرة وكبيرة جدا، أفضل بطولة التي تجمع كبار القوم في القارات الخمس، لكن يجب أن نعلم جميعا أنها تأتي في ظروف خاصة للمملكة المغربية. المنتخب المغربي صنع إنجاز وإعجاز كبير في مونديال قطر، فصارت الأمور تختلف عند الشعب المغربي بشكل كبير. الشغف ازداد وإن كان الشعب المغربي شغوف من زمان بالكورة، كذلك المغرب يستعد لتنظيم العديد من التظاهرات، فبذلك عدد من الشخصيات كما تفضلت على رأسهم رئيس الفيفا سيكون حاضر، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كذلك سيكون حاضر، وعدد من الشخصيات البارزه سواء من الفيفا او من الكاف او من نجوم كره القدم السابقين. الحفل كذلك الحفل الغنائي يشرف عليه المنتج المغربي رضوان الذي اشرف على الحفل على الاغنيه الخاصه بمونديال قطر 2022، وهو يعني المنتج الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بمشاركه عدد من نجوم الاغنيه المغربيه على راسهم اسماء المنور كذلك ستكون حاضره في هذا الحفل الغنائي. فاعتقد على انه الان كل الظروف حتى الجو والمناخ، لانه المناخ يساهم بشكل كبير في انجاح حدث او عدم انجاحه، جميل جدا في عروسة شمال مدينة طنجة، وعندما تتحدث عن طنجة لا تتحدث عن ملعب كبير فقط أو تتحدث عن مباريات كرة، فأنت تتحدث عن مدينة جميلة تسافر بها يعني عبر القرون وعبر سنوات مضت لتشاهد الثقافة المغربية في أبهى جلة في هذه المدينة التي تلقب بعروسة الشمال، وأكيد من لقبها ومن تسميتها يتضح لنا أننا في حضرة مدينة جميلة. الصديق والزميل العزيز حمزة شتاوي الصحفي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات والمداخلة اللي تشرفنا بالتأكيد بوجودك معنا عشان نتكلم فيها عن الافتتاح. نجاح هذه البطولة هو بمثابة إعلان وجاهزية المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع للفقرة الأخيرة من برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند. نكمل مع بعض ترند الأهلي وحساب فيفا كأس العالم للأندية. صباح الخير، اليوم نستهل كأس العالم للأندية فيفا المغرب 2022 بمباراة بين اثنين من أكثر الفرق مشاركة في المسابقة. جاهزون؟ يا رب إن شاء الله يكون التوفيق للنادي الأهلي، وقدامكم طبعا الاستعداد لمرحلة أو الكيك أوف، ضربة البداية، الأهلي أوكلاند سيتي إن شاء الله الساعة 9 من مساء اليوم. نروح لحساب فيفا كأس العالم للأندية أيضا، وبيقولوا صانع التاريخ أوكلاند سيتي هو أكثر من شارك في كأس العالم للأندية فيفا 10 مرات، يليه الأهلي المصري 8 مرات، ثم ريال مدريد 6 مرات. قدامكم طبعا صورة لأبرز 3 نجوم في الثلاث فرق، لكن أوكلاند طبعا عارفين المنافسات في قارة أوكيانوس، عشان كده هو أكتر الفرق المشاركة. حساب يلا كورة، أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية: 7 مشاركات سابقة، لعبنا 18 مباراة، فزنا في 6 لقاءات، اتعادلنا في مباراة واحدة، الأهلي خسر 11 مباراة، سجل 17 واستقبل 26. وبمناسبة انه استقبل 26، اكتر حارس مرمى في الاهلي في المشاركات التاريخية دي كلها قدر يحافظ على نظافة شباكه في اكتر من مباراتين كان محمد الشناوي. يمكن في مشاركات كأس العالم للأندية من 2005 ل 2021 اخر نسخة في ابو ظبي، كان في عصام الحضري، كان في امير عبد الحميد، كان في محمد الشناوي، كان في اكتر من حارس مرمى، ولكن الوحيد اللي قدر يحافظ على نظافة شباكه في أكتر من مباراتين كان محمد الشناوي، ويقدر إن شاء الله يعمل رقم تاريخي وقياسي جديد ليه في هذه النسخة بإذن الله. طيب، دي أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية. بالمناسبة كمان الأهلي النهاردة عنده مباراة، إذا كسب ورايح لمباراة سياتل يوم السبت اللي جاي وكسب، ممكن يعادل رقم ريال مدريد كأكثر الأندية فوزاً في كأس العالم للأندية، وكلها دي كلها بالتأكيد أرقام مهمة جدا للنادي الأهلي في كأس العالم. طب نروح بقى لتوقعات كل السادة المشاهدين اللي شاركوا معانا في الإجابة على السؤال، توقعاتكم للنتيجة وممكن مين يحرز الأهداف. سعيد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يا كابتن بإذن الله فوز الأهلي 2-0، وإن شاء الله بالتوفيق للأهلي والأهداف شريف وطاهر، وتحياتي لك ولأسرة البرنامج وللنادي الأهلي. شكرا ليك يا أستاذ سعيد. نروح لعمرو بيقول: 1-0 للأهلي، واللي هيسجل الهدف علي معلول، أهلاوي والفخر ليا. نروح كمان للأستاذ ناصر بيقول: 0-2 للأهلي بإذن الله. رأي تاني معانا أستاذ أحمد محمود بيقول: إن شاء الله كهربا وعلي معلول، يعني 2-0 للأهلي.
استاذ حسن، وده اخر تعليق معايا، بيقول ان شاء الله الفوز للاهلي وبالتوفيق لاعظم نادي ان شاء الله بنتيجه 3-1. يمكن دي ابرز التعليقات اللي كانت معانا النهارده في الاجابه على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. طبقا لائحه كاس العالم للانديه، مباراه الدور التمهيدي الاول ما بين الاهلي واوكلاند سيتي، اذا انتهى الوقت الاصلي في 90 دقيقه بالتعادل السلبي او الايجابي، هنروح لمرحله الاكسترا تايم، شوطين اضافيين كل شوط ربع ساعه، واذا استمر التعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحيه. ده طبقا للائحه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه، وكل المباريات بنفس الشكل ما عدا مباراه المركز الثالث والرابع، اذا انتهى بالتعادل بتحتكم بسرعه الى ركلات الجزاء الترجيحيه. لكن النهارده في اكسترا تايم، ونتمنى يا رب ان شاء الله ان الاهلي يحسم الموقعه مبكرا وفي 90 دقيقه، لان ان شاء الله نكسب. بعدها ب 48 ساعه عندنا مباراه ثانيه يوم السبت اللي جاي، واكيد اي وقت اضافي ممكن يكون حمل بدني على الفريق، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي هتسعد جمهورها، والنهارده هيقدموا مباراه كبيره جدا يفرحوا كل الشعب العربي في وسط حضور 60,000 مناصر مغربي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل بعد تحقيق نتائج ايجابيه، ولما لا لما نلتقي ان شاء الله في اوائل الاسبوع المقبل لتكون مباراه الاهلي وريال مدريد بعد ايام قليله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.